نكمل مع بعض في سلسلة ملخصات التطور ليس علم حقيقي، وبنكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان ملخص 188 ختام هومو إريكتوس وخطأ التطور. درسنا حفريات هومو إريكتوس اللي أكدت أن التنوع بشري مش مرحلة بسيطة، وبيتطابق مع الإسكيمو وسكان أستراليا البشر الطبيعيين بيننا وبرضه سكان في أفريقيا، بل أحيانا بيبقى أكثر تشابه مع الغربيين عن بعض البشر الطبيعيين الموجودين وسطينا حاليا، وبناء عليه لا يوجد مراحل تطور من القردة بيثيكاس وهابيلس والإنسان هومو. يعني كده مفيش تطور، ده مفيش أي ربط. عشان كده كتير من علماء الحفريات الآن بيقرروا أن هومو إريكتوس بدون طبعا التزويرات والفرضيات واللعب اللي بيلعبوه يجب أن يعتبر إنسان طبيعي، وتنوع للإنسان الطبيعي ده اللي قالته الويكيبيديا تحت عنوان هومو إريكتوس نفسه. العديد من المختصين يقترحوا إسقاط هومو إريكتوس من التسقيم وبدل من التقسيم، وبدل هذا مساواة هومو إريكتوس بهومو سابيان أركيك، طبعا ده برضو بشر طبيعي. ده أيضا قالوا علماء كثير في مراجعهم. فنقلا عن ويلبوف عالم التطور في العديد من المناطق، ويلبوف يشير إلى إريكتوس أنه بشر طبيعي أولي، لأنه حسب كلامه لا يوجد تعريف واحد وجد يفرق بين الإنسان الطبيعي عن إريكتوس في كل المناطق حيث وجدت حفريات. ما فيش صفة واحدة تقدر تقول آه دي هي إريكتوس مش بشر، لأنهم موجود كل صفات إريكتوس موجودة في التنوع البشري الطبيعي. وقال لا يوجد بداية محددة للإنسان الطبيعي مع طول فترة إريكتوس. يعني كده الإنسان الطبيعي موجود من أكثر من 2 مليون سنة، وجدوده القردة بيثيكاس لسه لغاية 1.5 مليون وما بعدها لسه ما تطوروش. فده يوضح أنه لا يمكن تمييز إريكتوس عن الإنسان الطبيعي، ولا يمكن تفريق إريكتوس عن الإنسان الطبيعي، وبناء عليه ما فيش مراحل وسيطة ما بين القردة والإنسان. ده أيضا اتنشر في مجلة أخبار العلم. فقال عالم الحفريات إتش ويلبوف في جامعة ميشيغان يجادل حفريات إريكتوس في الحقيقة تنتمي تشريحيا للإنسان الطبيعي، ما فيش صفة تشريحية في إريكتوس تختلف عننا. نفس الأمر قاله كثيرين وقدمت مراجعهم الكثيرة في الملف التفصيلي أنه لا يمكن تفريقه عن الإنسان الطبيعي بالمراجع وشهادات العلماء، وصفاته في نطاق تنوع البشر الطبيعي، وهو والإنسان الطبيعي جد واحد. عشان كده بعض علماء التطور اضطروا بسبب تطابق إريكتوس مع الإنسان الطبيعي في كل صفات المورفولوجية أن يقروا يا إما يستخدموا فروقات ليس مورفولوجية، يعني خيالات بيخترعوها من ذهنهم، الصور الخيالية اللي بيرسموها نص إنسان نص قرد ليس لها أي حقيقة واقعية يعتمدوا عليها، أو يعترف أن هومو إريكتوس هو هومو سيبيان نفسه. بل يشهد العلماء أن هومو إريكتوس لو أخذنا بالمقياس هو أقرب للبشر الطبيعيين عن بشر طبيعيين من سكان أستراليا الأصليين وأفريقيا وغيره من اللي موجودين حاليا. نفس الأمر الهنود الحمر، وقدمت مراجع على ده. فإزاي بعد هذا يدعوا أنه هو مرحلة بسيطة مش بشر طبيعي إذا كان أكثر تشابه معنا؟ نظرا ننظر الأمر من زاوية أخرى، وهي فعلا بناء على أطراف العلماء دول يبقى الإنسان سيبيان اللي هو زيه وزي إريكتوس حاجة واحدة موجود من 2 مليون سنة. طب فين التطور اللي مستمر؟ المفروض القردة من 4 مليون كانوا أرضي، بعد كده اتطور للأسترالوبيسكس، والأسترالوبيسكس من 3 مليون قاعد يتطور تدريجيا لغاية أقل من 1.5 مليون ولسه بصفات قردة، لكن بيتطور المفروض. والإنسان الطبيعي إريكتوس ما بين قصين موجود من أكتر من 2 مليون وثابت ما بيتغيرش. فهومو إريكتوس لو تمشينا جدلا مع فرضية أعمار الطبقات الخطأ أقدم من 2 مليون تنوع لبشر طبيعيين، فهيجيبوا إزاي؟ هيجاوبوا على أن في 2 مليون سنة من عمر تطور الإنسان بدون تغير يعني ثبات جنسه. إذا كانت القردة بسرعة في 1 مليون سنة من 3 مليون لأقل من 2 مليون كانت بتتطور، والإنسان لمدة 2 مليون سنة ما بيتطورش وما بيتغيرش في أي شيء، ده يدمر التطور تماما من زاوية ادعاء التغير المتلاحق المزعوم، وده أقر به العلماء في المرجع قدام حضراتكم. فزي يكون هومو إريكتوس وهومو سيبيان واحد، وهومو إريكتوس استمر أكتر من 2 مليون سنة بدون أن يتطور في شيء، وأقبل أن الإنسان في أقل من 4 مليون سنة اتطور من القرد الجد المشترك مع القردة المختلف تماما عن الإنسان الطبيعي. ده كده ثبات أجناس زي ما أقر العلماء. إيه رأيكم في هذه الشهادات اللي تؤكد ثبات الأجناس زي ما قال الكتاب المقدس؟ فالإنسان جه بالتصميم وثابت كجنسه زي ما قال الكتاب وليس بالتطور. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع diargali.com بعنوان ختام هومو إريكتوس وخطأ التطور والرد على إدعاء تطور الإنسان الجزء 93.